تحاول الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي جاهدة استثمار الارتفاع الحالي بأسعار النفط في السوق العالمية لغرض تخفيف العبء المالي عن كاهل المواطنين في نسخة موازنة العام 2021 والتي سيصوت عليها البرلمان قريباً. رئيس الوزراء يدفع باتجاه مواصلة التعاون المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية للإسراع بإقرار الموازنة، خاصة وإن الموازنة التي أرسلت الحكومة مسودتها في وقت سابق تهدف إلى الإصلاح المالي والاقتصادي ودعم القطاعات الحيوية التي من شأنها أن تعالج مشاكل الاقتصاد المحلي. الحكومة تنبه إلى ضرورة الأخذ بمبدأ العدالة في توزيع الثروة بين مناطق البلاد كافة وفق مبادئ الدستور، وعدم إقحام المناكفات السياسية في ملفات قوت المواطنين ومستوى الخدمات المقدمة إليهم، لأن البلاد تواجه تحديات عديدة حالياً. ونوهت الحكومة إلى أنه قد تم الاتفاق على تكثيف عقد الجلسات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لضمان إقرار موازنة إصلاحية تحفظ حقوق المواطن، وأن يكون عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية تكاملياً وبروح الفريق الواحد، سعياً إلى النهوض بالمسؤولية التاريخية للخروج بالبلد من الأوضاع الصعبة. الحكومة وضعت موازنة البلاد للعام 2021 بما يتلائم مع الورقة البيضاء التي كتبتها قبل عدة أشهر، وتتضمن خطة كاملة للنهوض باقتصاد البلاد، وذلك عبر تشجيع الاستثمار وتحسين البنية التحتية وزيادة عائدات الضرائب وتحفيز الزراعة والتصنيع وتحسين جودة التعليم انسجاما مع سوق العمل. يبين مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية إن الحكومة وضعت آلية جديدة لإعادة توجيه الإنفاق الحالي إلى الصحة أكثر وتقليل الإنفاق على الأجور والمعاشات التي تمثل 65% من إجمالي المصاريف، والقضاء على الفساد وضعف الإطار التنفيذي والتنظيمي وتقليص بيئة الأعمال السيئة لأنها تعيق القطاع الخاص، وخلق فرص العمل وزيادة الاستثمار الأجنبي ومعالجة مشكلة الشركات في الحصول على الائتمان والحقوق والتسهيلات، وذلك لكي تكون رديفاً نشطاً للقطاع العام الذي يعاني من التلكؤ المزمن.